لطالما أن حكومة الكاظمي عاكفة على مواصلة الإصلاحات بوتيرة متسارعة رغم تحديات مختلفة. يظهر النور الساطع في رؤية رئيس الوزراء بمباشرة العمل على حل مشكلة الكهرباء. الكهرباء إذن بعد معاناة ضاق بها المواطنون ذرعا، والخدمة الأساسية التي ينتظرها الشعب على امتداد البلاد تعتبر من أبرز مشكلات الحياة اليومية. الخطط المستقبلية تشمل رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي. دراسة تتناسب مع واقع الطقس العراقي إلى جانب الصرف المتزايد في الصيف. أما الأخطاء التي تحتاج إلى حلول سريعة بالكاد كانت تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل في السابق، كانت المشاريع أو الخطط أمام جدار التوتر السياسي أو الفوضى المنتشرة في كل مكان. التوجيه بحل مشكلة الكهرباء هو ترجمة حرفية لمحاربة الفساد الإداري والهدر المالي، وبالتالي فإن الكاظمي بوجهة نظر المواطن اليوم يفعل ما يقول. والواقع الخدماتي الذي عانى الأمرين من نتاج الخراب الذي أحدثه الإرهاب من جهة، ومن نتاج الفساد المتراكم من جهات عديدة. يحقق رئيس الوزراء في كل خطوة اليوم نقاطا مهمة وبارزة كانت ترتفع كلما تظاهر الشارع سابقا مطالبا بحقوقه الأساسية وعيشه الكريم. لتأتي الاستجابة سريعة بإعلان وزارة الكهرباء إكمال جميع الخطوط وشبكات النقل الخاصة بالربط مع الدول الخليجية، وفي المقابل فإن التوجه نحو توفير الخدمة الأساسية يسهم بحسب خبراء في تحقيق وافر من اقتصاد الخدمات الذي يحيي نبض خزينة الدولة.